انت شاركتي في السوق التضامني تاع رمضان؟ عملت الجمعية هو تحسيس الآليات المرافقة، فهذه هي كيفاش قطاع التضامن. هذا المبادرة اليوم اللي كانت بالتنسيق مع قطاع التجارة وتحت إشراف السيد الوالي، طبعا هي مبادرة لتشجيع المرأة على دخول أيضا عالم المنافسة التجارية من خلال طبعا عرض المنتوجات تاعها في إطار أولا العملية التضامنية اللي كان أطلقتها قطاع التجارة بالنسبة للوازم المدرسية بأسعار معقولة، وأيضا عرض هذا النساء المنتجات والماكثات في البيت للوازم مدرسية مآزر بإقلامات كما راكم تشوفوا، حقائب مدرسية، محافظ مدرسية، وهذه في إطار مرافقة هذه المرأة. اليوم رانا في متواجدين في الكيتاني لمدة شهر، يعني إن شاء الله يعني المنتوج تاع المرأة الماكثة في البيت، والجمعيات راح يروج لها وتكون يعني في متناول العائلات المعوزة خاصة، لانه الاسعار راح تكون في متناول الجميع. احنا ماذا بينا نعاونوا المراه هذه باش ما نخلوهاش يعني تدور ولا تحوس على عمل، في دارها تخدم، في دارها دير مشروع صغير وتكون مراه منتجه مع المجتمع تاعنا الجزائري.